تلقى مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبد الله أحمد الحمود الصباح اليوم كلمة دولة الكويت في مؤتمر الأطراف 24 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيير المناخ في جمهورية بولندا. أكد الشيخ عبد الله الحمود بأن دولة الكويت تشارك المجتمع الدولي جهوده في معالجة ظاهرة تغير المناخ من خلال تنفيذ خطة تنموية شاملة مبنية على رؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لعام 2035. إن دولة الكويت كانت وما زالت تدعم جهود المجتمع الدولي لمعالجة ظاهرة تغير المناخ للتخفيف من آثارها السلبية التي تلقي بظلالها على معظم دول العالم، لا سيما على دولة الكويت التي تتعرض لدرجات حرارة غير مسبوقة. إن دولة الكويت تعمل على خطة تنموية شاملة مبنية على رؤية سيدي سمو الأمير حفظه الله ورعاه لعام 2035 تقوم على التنوع الاقتصادي والاستفادة من الطاقات المتجددة